إذا مشاهدي شوف تيفي تحية طيبة جميع المتابعين، كنحييكم من نواحي مدينة بجدة. إذا حنايا غادي نقول لكم في الحدادة ديال إقليم بركان وإقليم مدينة بجدة طبيعة الحال، يعني القربوز منطقة معروفة، طلعة ديال القربوز كما كتشوفوا معنا، يعني لا سيركيلاسيون بزاف حيت كما كتعرفوا اعتبارية ديال هاد الأيام ديال الصيف، يعني الناس جايين من السعيدية، كاينة حادثة سير يعني انقلاب شاحنة للخضار بطبيعة الحال، الحمد لله ما كانش يعني ضحايا ولكن الخضرة ضاعت له. كنلاحظوا بلي أنه رجال الدرك الملكي كيقوموا بواحد المجهودات جبارة بطبيعة الحال، يعني اللي كما كنقولوا حنايا ترتيب أو تنظيم حركة السير هنايا في هذه البلاصة يعني الوعرة بطبيعة الحال. إذا كما كتشوفوا معنا غادي نحاولوا نمشيو للمكان ديال الحادثة. إذا هذيك هي الشاحنة اللي تقلبات، يعني نحاولوا نمشيو للجهة الأخرى باش نصوروها إخوان الأخوات بقاو معايا. إذا كنقولوا غير واحد النصيحة للناس اللي جايين من السعيدية ولا أخر في هذه المنطقة، يحاولوا يحدوا راسهم بطبيعة الحال. كما كتشوفوا معنا هذه هي الأخر اللي تقلبات هنايا في قربوز الشاحنة، الحمد لله ما كانش ضحايا، لحادثة سير يعني شوية صعيبة. غادي نحاول نمشي للجهة الأخرى بطبيعة الحال باش نشد لكم. جا الزميل ديالنا سي محمد حجي كيسول السيد على، نحاولو نقلبو الشاحنة تما، يعني بيس هذا طوبيس كما كنقولو حنا بحال 207 يعني عامر بالخضرة كما كتشوفو معنا. بعدا سلامات، بعدا ما كانش شي واحد، الحمد لله هذا هو الاسانسير. الحمد لله على سلامتهم، بعدا ما كانش اللي كان شي حالة وفاة ولا شي حاجة. لا لا ما كنصوروش البلايك، حنا اصلا قانونيا ما كنصوروهمش اخويا عزيز. اذا الحمد لله على السلامه ديالهم كما كتشوفوا معنا هنا، يعني الدرك الملكي دايرين مجهودات جباره باش انهم يعني نظموا حركة السير كما كتشوفوا، يعني سيارات بزاف اللي جايين من الجهة الأخرى. كنشوفوا مجموعة ديال عاوتاني ديال لبيسة هما اللي هازين الخضرة، هادو الأصدقاء يعني ديال هاد السيد اللي كما كنقولوا حنايا ديباناج اللي تهزتها هي الاخر. اذا هنايا في الفيراج هربات به، ما عرفناش شنو كاين بطبيعة الحال. رجال الدرك الملكي حاضرين بقوة هنا
هذه المنطقة ديال القربوز بطبيعة الحال الإخوان والأخوات. كبير السيارات هذه القربوز، قربوز ما بين بنيدرال واحفير راه معروفه في الطلعه ديال القربوز، يعني كيكونوا جايين من احفير، يعني شاح طوبيس 207 ولا مهم كبيره، طوبيس كبير انقلب يعني في الطريق هز الخضره. الحمد لله الشيفور والكريسور ديالو يعني ما وقع لهم حتى شي حاجه، سلامات بهذا المعنى كما كتشوفوا معنا. ها هو كليهات هنا كيبان بوضوح بطبيعة الحال. إذا الله يجازيكم بخير، حاولوا على راسكم في الطريق، والإنسان يحاول ما يجريش كما كتشوفوا. شوفوا لا سيكيا، شوفوا الطريق كي داير، يعني الطريق عامرة بمعنى الكلمة بهذا المعنى هذا. لا الحمد لله سي من الدرك الملكي، الله يجازيهم بخير، كنشكرهم على المجهودات الجباره ديالهم، يعني جاوا بواحد السرعه فائقه صراحه. وكذلك يعني كينظموا الحركه ديال السير هنا في هذه المنطقه هذه الاعتباريه ديال انها جايه عقبه بطبيعه الحال، وفيراجات هم اصعب البلايص اللي كاينين هنا في هذا الطريق الرابطه بين مدينه احفير ومدينه بنيدرال او مدينه وجده بطبيعه الحال. يعني هذه منطقة جبلية فيها الغابات، وتحية السي بوريك. إذن تحية رجال الدرك الملكي اللي قايمين بواحد المجهودات جبارة صراحة، يعني متوزعين يعني على هاد هاد الهبطة هادي كاملين، قابلين كل 100 متر ولا دارة كيواقفين، يعني حتى لتحت تبارك الله عليهم، يعني كينظموا يعني الحركة اللي يسير في هاد المنطقة هادي، المنطقة الوعرة والخطيرة بطبيعة الحال، وكنركز عليها أنه خاصكم تحاولوا على راسكم وعلى وليداتكم بطبيعة الحال الإخوان والأخوات.